بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان والإيمان به وتسليمه. ما منكم من أحد إلا سيسلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسنة الولاد رب تبارك وتعالى وولاد أهل الجنة، هل رضيتم؟ هل أزيدكم؟ فيكلم ويتكلم، يكلم الأفراد سبحانه وتعالى ويكلم كل أحد غير ترجمان ويكلم الجميع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا، وهذا من صفات كماله، ويكلم الأفراد والبيان. وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة ويكلم الكمال. الشاهد أن الكلام يحصل من يوم القيامة.